أسعد الله مساءكم مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم إلى برنامج تساؤلات. هذا المساء مشاهدينا نخصصه للحديث عن حوادث المرور التي عرفت ارتفاع خلال الأيام الأخيرة الماضية، خاصة عندما نتحدث عن الحافلات التي تحصد المزيد من أرواح المسافرين على الطرقات. إذن وحيث سجلت مصالح الحماية المدنية حصيلة ثقيلة لعدد وفيات حوادث المرور خلال شهر أكتوبر، خاصة تلك المتعلقة بحافلة المسافة الطويلة. تقول سارة أجل: انحراف للحافلات، اصطدام مباشر، وحصيلة ثقيلة للضحايا، آخرها ما سجل بتلمسان ونعامة، أزيد من 60 وفاة وعشرات الجرحى خلال شهر أكتوبر. هذا الشهر يعني عدد حوادث المرور الخطيرة والمميتة، خاصة بعض الحوادث اللي يكون فيها طرف حافلات النقل المسافرين، شيء أدى لارتفاع الحصيلة، خاصة يعني تقريبا يوم أمس كانت عندنا 14 وفاة في مكان الحوادث، 24 ساعة الأخيرة 3 حالات وفاة. صباحة اليوم انحراف وانقلاب شاحنة حافلة نقل المسافرين بتلمسان برمشي أدى إلى حصيلة أولية الآن كانت 27 ثم ارتفعت إلى 36 ضحية مصابة بجروح متفاوتة الخطورة. أن حصيلة أسبوعية كذلك تتجاوز 30 حالة وفاة في بعض الأحيان، وبعض الأحيان 40 حالة وفاة. عدم الصيانة، غياب المراقبة، التهور والسرعة، لطالما تصدرت مسببات الحوادث. حافلات نقل المسافرين طويلة المدى أو الحافلات التي تقريبا سنها يتجاوز 15 أو 20 سنة، دائما ما يجب تكون هناك صيانة ومراجعة ومراقبة يومية من طرف مالك الشركة أو مالك الحافلة، حتى أن يتم إصلاح ما يجب إصلاحه، خاصة في نظام التوازن، نظام العجلات، ضغط العجلات، أو حتى بعض القطع الغيار الذي يجب تغييره لأنه كثيرة الاستعمال وتطلب صيانة دورية. وضع كاميرات المراقبة وأجهزة قياس السرعة، بالإضافة إلى الصيانة الدورية للحافلات خاصة بين الولايات، قد تحد من الظاهرة. انحراف للحافلات، اصطدام مباشر، وحصيلة ثقيلة للضحايا، آخرها ما سجل بتلمسان ونعامة، أزيد من 60 وفاة وعشرات الجرحى خلال شهر أكتوبر. هذا الشهر يعني عدد حوادث المرور الخطيره والمميته، خاصه بعض الحوادث اللي يكون فيها طرف حافلات النقل المسافرين، شيء ادى لارتفاع الحصيله، خاصه يعني تقريبا يوم امس كانت عندنا 14 وفاه في مكان الحوادث، 24 ساعه الاخيره 3 حالات وفيات. صباحه اليوم انحراف وانقلاب حافله نقل المسافرين بتلمسان برمشي ادى الى حصيله اوليه الان كانت 27 ثم ارتفعت الى 36 ضحيه مصابه بجروح متفاوته الخطوره. أن حصيله اسبوعيه كذلك تتجاوز 30 حاله وفاه في بعض الاحيان، وبعض الاحيان 40 حاله وفاه. عدم الصيانه، غياب المراقبه، التهور والسرعه، لطالما تصدرت مسببات الحوادث. إذن مشاهدينا، للحديث عن هذا الموضوع دعوني أرحب بضيفي في البلاتو السيد علي شقيان، رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق. أهلا وسهلا بك سيدي. كذلك عبر الهاتف يلتحق بنا السيد عبد القادر بشريط، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع. سيد بشريط مساء الخير، أهلا بك. مساء الخير. وكذلك بعد قليل يلتحق بنا المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية سيد كريم بن فحصية. البداية ستكون بك سيد عبد القادر بوشريط، بصفتك رئيس الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، كيف تفسر هذا الارتفاع المخيف والمؤلم لحوادث المرور على مستوى طرقات، خاصة عندما نتحدث عن حوادث مرور تتمثل في اصطدام حافلات لنقل المسافرين مع مركبات مع شاحنات، الأمر الذي يؤدي إلى وفيات بأعداد مرعبة ومؤلمة كثيرا، هل تعتقد أنه في كل مرة نتحدث وندق ناقوس الخطر؟ ما هو السبب في كل مرة هذه الحوادث تحصد العديد من أرواح المواطنين الجزائريين؟ شكرا. يعني الحوادث في اكثر من 20 سنه حنايا يعني كاين بزاف الحوادث تاع الحافلات في بلادنا،
وهدرنا هدرنا هدرنا ولكن ما لحقناش باش يعني نرالونتي ولا نحبسوا هادو لي زاكيدون دو لا روت، خاصه عدم احترام قانون المرور من طرف السائقين. السائق الجزائري ما حبش يدخل في الاحتراف، هذا يعني سبب الاول. قلنا على نوعيه الحافلات لازم يكون جوده عاليه، يعني حافلات كيريبون نورم انترناسيونال دو ترونسبور فواياجور، خاصه الخطوط يعني ما بين الولايات، حافلات يديروا 600 700 800 كيلومتر. وثاني وثالث قلنا على وجود مخطط النقل، سيتادير كاين مشكل تاع توقيت الحافلات، كاين سرعه، كاين كورس بين الحافله والحافله. سي بور سا لازم يكون مخطط النقل مدروس باش نديروا الوقت اللازم بين الحافله والاخرى، باش ما يديروش يعني السرعه، باش ما يديروش الكونكيرونس في الميدان. وقلت لازم اون امبورتي في واحد اكثر من 20 سنه ولا 30 سنه استوردنا الحافلات غير لائقه للنقل المسافرين. وعاد ثاني وجود قطاع الغيار الاصلي، سيتادير لو سيرفيس ابري فونت تاع الحافلات، واحد يستورد الحافله ولكن باش كي تكون اون بان باش تلقى لا بياس ولا تلقى لي بلاكيت دو فرا ولا تلقى حاجه لازم تحوس. فيه مشكل تقني نعم، وكذلك هل تعتقد انه في هذه النقطة أصبح من اللازم والضروري المراقبة الدورية والصيانة الدورية لهذه الحافلات؟ لازم، كاين لو كونترول تكنيك، كاين لو كونترول تكنيك اللي دارت الدولة، ولكن لو كونترول تكنيك تاع لازم تكون لو كونترول تاع لا بياس. انا قلت لك القطاع الغيار قطاع غيار مغشوش، يعني كي دير قطاع غيار مغشوش واش يعني النتيجه تاع القطاع الغيار المغشوش؟ السيد بوشريط تفضل. سيد بوشريط، كنت تحدثت قبل قليل عن العامل البشري اللي عنده نسبة كبيرة في حوادث المرور، خاصة عندما نتحدث عن الرحلات الطويلة والنقل ما بين الولايات. كنت في كل مرة تأكد وتلح أنه يجب توفير أكثر من سائق في الرحلات الطويلة. القانون يقول دو شوفير، لازم نديرو دو شوفير، ولكن احنا كنقابة طلبنا من الوزارة باش نقسم المسافة. حافلة اللي دير باغ اكزومبل 800، علاش ما بين الولايات ما ديرش ديريكتومون 800 كيلومتر، دير 300 ولا 400، تكون ستاسيون تحبس، يرى نوتر بيس اللي يكمل لي 300 ولا 400 كيلومتر واحد اخرين. لازم نلقاو الحل باش ما الرحلة ما تكونش لو فواياج ما يكونش ديريكتومون سير 600 ولا 700 كيلومتر ديريكت. قلت يعني سي تريز امبورتون الوقت بين الحافله والاخرى، باسكو علاش يديروا لا كورس في الطريق ما بين الولايات، يقول له انا نلحق المدينه قبل منه ما لازمش يلحقني في الطريق ما لازم. سي فورتا قلت لكم ما كانش مخطط تاع النقل مدروس في بلادنا، توزيع الخطوط يتدار عشوائيا، هذا يعني وزاره النقل نحملها مسؤوليه. لازم دي ميثود باش نشوفوا اسك نزيدوا النقل ولا ما نزيدوش. هذا مقترحكم انتم سيد بوشريط في الفيدراليه الوطنيه لنقل المسافرين والبضائع، انه يتم النظر في هذه الخطوط، خطوط النقل، خاصه عندما نتحدث عن هذه رحلات طويلة. سيد علي شقيان، إلى متى نواصل يعني رؤية مثل هكذا صور ومشاهد مؤلمة على طرقاتنا، خاصة عندما نتحدث عن هذه حوادث المرور التي أحيانا الأرقام كبيرة عندما نتحدث عن حادث مرور يودي بحياة 7-8 إلى 10 أشخاص في حادث مرور واحد. قبل يومين كان في النعامة، يعني إلى متى إرهاب الطرقات يواصل حصد أرواح الجزائريين؟
والله على كل حال أولا نقدم تعازي الخالصة إلى كل عائلات، إلى كل عائلات ضحايا. نظن باللي اليوم واجب أنه نقف وقفة تأمل على الأقل باش نحاولوا نستدركوا كل هذا النقاط اللي كنا تكلمنا فيها سابقا. لما نتكلموا اليوم على مجزرة مرورية اللي كانت وقعت قبل الأمس، نعرفوا احنا كلنا باللي الإحصائيات تحاولت مرور جلها محصورة ما بين العامل البشري والمركبة وكذلك حال الطرقات. لما نتكلموا اليوم على فقط بالنسبة يعني قراءة لحصيلة حول المرور بالنسبة للعطلة الصيفية اللي كانت كارثة، مؤشر حول المرور عرف ارتفاع رهيب. شوفوا اليوم باللي احنا تكلمنا على عدة نقاط لما نتكلموا على المسببات حول المرور بالنسبة للعامل البشري اللي تفوق اليوم 95%. نتكلموا أولا بالنسبة للتكوين إلى يومنا هذا، احنا ما زلنا يعني كاين نظام تكوين كلاسيكي اللي متعلق ب تكوين بالنسبة لتكوين هذا السائقين المركبات، وخاصة لما نتكلموا على المتسببين في مجازر مرورية بنسبة كبيرة بالنسبة لسواق الحافلات وكذلك وسائل يعني النقل الجماعي وكذلك حتى بالنسبة للوزن الثقيل. نقولوا اليوم القانون 17.05 جاب تكوين تكميلي إضافي. نتكلموا على شهادة الكفاءة المهنية، أولا نتكلموا على التكوين في حد ذاته لأنه اليوم ماشيين في إطار إعادة النظر، لأنه إلى يومنا ما زال نعتمد على نظام كلاسيكي، نظام كذلك بالنسبة للامتحانات والمسابقات حتى إلى يومنا هذا ما زالت نعتمد على آليات كلاسيكية وقديمة. تعتقد أنه يجب على سائقي الحافلات أن يكون لديهم تكوين جد خاص؟ يعني احنا تكلمنا بسنة 2017 في إطار تقديم مقترحات بالنسبة لقانون المرور الجديد، وجاء بها قانون المرور على أنه واجب تفعيل شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة لسواق النقل الجماعي وكذلك نقل البضائع. يعني وهذا الحال حتى نشوفوا باللي كاين مؤسسات خاصة اللي تقوم بالتكوين، ولكن اليوم الإشكالية وينها؟ الإشكالية في ضرورة وجود آلية رقابية اللي من شأنها تسهر على شفافية الامتحانات والمسابقات. لأنه احنا دائما نقولوا حتى السيد رئيس الجمهورية في من بين الاقتراحات وكذلك التعليمات الصارمة اللي تقدم بها فيما يخص ضرورة محاسبة المتقاعسين المتسببين في منح رخص السياقة للأشخاص غير المؤهلين. يعني وحنا ما عندناش بديل إلا الذهاب إلى الرقمنة واستعمال وسائل التكنولوجيا والعصرنة وكذلك إيجاد آلية رقابية من خلال أنه تكون ضرورة أنه إعادة النظر في الامتحانات والمسابقات باش تكون اكثر شفافيه واكثر يعني فعاليه. والحمد لله اليوم مندوبيه وطنيه ماشيه في اطار ان يعني هناك برنامج بعد 6 أشهر راح يكون اول امتحان باستعمال يعني الوسائل التكنولوجيا الرقميه وكذلك التكوين الالكتروني. هذه بحدها طيب لماذا في كل مره هكذا حوادث مرور، يعني حوادث تتمثل في الصدامات لحافلات نقل المسافرين حتى إذا ما فيش وفيات فيه جرحى، لماذا في كل مرة يعني نجد حافلات لنقل المسافرين هي الحدث فيه هذه الحوادث؟ هل تعتقد أنه السبب يعود إلى تهور ربما بعض السائقين حتى أنه المسافر الجزائري الآن أصبح يخاف عندما يركب حافلة نقل المسافرين؟ أنا صراحة بالنسبة لي وكذلك نسبة كبيرة من المجتمع الجزائري اليوم اللي فقد الثقة في وسائل النقل الجماعي خاصة بالنسبة للمسافة الطويلة. إذا كانت أنا قلت لك أولا نتكلموا بالنسبة للعامل البشري نتكلموا على نقص التكوين، نتكلموا على عدم تفعيل شهادة الكفاءة المهنية في مجالها المحدد وكذلك فيما يخص الامتحانات للحصول عليها، كذلك نتكلموا على ضرورة اليوم لازم التعجيل بالعمل برخص السياقة بالتنقيط، ومن بين الفوائد نتاعها اننا نعمل على حصر فئه السواق اللي يرتكبوا مخالفات خطيره، وهنا نمشيو الى تصنيف فئه السواق ومعالجه سلوكيات السواق اللي يرتكبوا مناورة خطيره، وهنا لازم تفعيل منظومه تشريعيه جديده وكذلك منظومه قانونيه اللي تسهر على
إعادة تصنيف أصحاب المخالفات الخطيرة في خانة جرائم المرور كما كان تكلم السيد رئيس الجمهورية، وكذلك كنمشيو إلى كما كان تكلم السيد رئيس تاع النقل اللي تكلم على ضرورة أنه وجود سائق مرافق تكون بطاقة سنتحدث عن بطاقة طريق واضحة، لأنه اليوم كاين تهرب بالنسبة لأصحاب المؤسسات أنه يشوفوا بعض سنواصل النقاش معك سيد علي، استسمحك فقط نتوجه إلى فاصل إعلاني ثم نعود. تحية مسائية مجددة لكم مشاهدينا، عودة لاستكمال ما تبقى من برنامج تساؤلات. يلتحق بي عبر الهاتف السيد كريم بن فحصي مكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية. سيدي مساء الخير، أهلا بك. تحية مسائية زميلي محمد، كل لك ولكل الطاقم العامل على مستوى القناة وكل المشاهدين الكرام. شكرا لك سيد بن فحصي. لماذا في كل مرة هذه الحصيلة الثقيلة لحوادث المرور في طرقاتنا، خاصة عندما نتحدث عن هذه الحوادث المتعلقة بحافلات لنقل المسافرين؟ والله بكل أسف وحسرة، ما زالت المديرية العامة للحماية المدنية والمصالح الأمنية تسجل في كل مرة حوادث مرورية ومآسي مرورية تخلف لنا خسائر في الأرواح والممتلكات. الذي دفع بالسلطات العليا في البلاد أن تفتح ورشة وطنية من أجل إعداد استراتيجية وطنية للمساهمة في فرملة وكبح هذه الأرقام والخسائر. زميلي المحترم، أنه رغم الحملات التحسيسية، رغم العمل التوعوي المتواصل من طرف وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية، رغم العديد من العمليات التي تقوم بها المصالح الأمنية من الأمن الوطني، الدرك الوطني، الحماية المدنية والمندوبية الوطنية السالمة بالأمن في الطرق، لازمنا نسجل هذه الأرقام والإحصائيات اللي نقدر نقول الرهيبة أو المخيفة. ما يختلفش أن صيف 2024 اللي تتمثل في شهر جوان وجويلية وأوت وسبتمبر سجلت مصالحنا أزيد من 760 قتيل أضعف حيات الحوادث المرورية الأليمة عبر شبكة الطرق الوطنية والولائية والبلدية. ما يختلف زميلي المحترم أن منذ الفتح جانفي من السنة الجارية إلى غاية تسجيل هذه البقية الهاتفية عندنا أزيد من 800 قتيل، عندنا أزيد من الآلاف من عدد الجرحى الذين تم إسعافهم من قبل مصالحنا في عين المكان وتحويلهم على جناح السرعة إلى أقرب مركز صحي، عندنا الآلاف من المصابين الذين غادروا المستشفيات وهم في حالة إعاقة أو ما يعرفوا أنهم أصبحوا من ذوي الهمم، كان يمشي على رجليه حتى أصبح يمشي على الكرسي المتحرك، أو كان يقدر يقضي حاجياته اليومية حتى أصبح الآن أكرمك الله ربما يستعمل حتى الحفاضات، وبالتالي عندنا أرقام كبيرة، أرقام رهيبة تقابلها جهود الدولة الجزائرية في الميدان وهو العمل التوعوي والتحسيسي الذي ما زال متواصلا. قرارات سيد رئيس الجمهورية في هذا الموضوع من خلال تكثيف العمل التوعوي والتحسيسي، من خلال إعادة النظر في القوانين السائد المفعول لا سيما ما يتعلق بالجانب الردعي، كذلك ما يتعلق بالاستثمار في العنصر البشري من خلال البرامج والمناهج التي هي تعد على مستوى مدارس تعليم السياقة، وكذلك برامج تكوينية لفائدة السواق وتحديد السن وغيرها من الأشغال التي هي الآن سيرة المفعول على العديد من الطاولات للأجهزة ذات الخبرة وذات الكفاءة التي تتمتع بسلوكيات مهمة في مجال إعداد القوانين والمشاريع القوانين وكذلك من أجل المساهمة في الحفاظ على النفس البشرية منها. لكن طبعا هذه الأرقام لازمنا نسجلها من المحترم محمد، وإن كان لا نريدها لا على أبنائنا ولا على شعبنا ولا على أمتنا ولا على الأمة العربية والإسلامية. ما يخالفش أننا نحن ننتمي إلى هيئات أممية ولا نريد أن تكون الجزائر ضمن المراتب الأولى في إحصائيات حوادث المرور. إذا تكلمت لك على 1300 قتيل وإحنا في شهر 10، مازلنا شهر 11 وشهر 12، متخوفين أنه ربما قد تكون أرقام أخرى، متخوفين أنه بسبب سوء الأحوال الجوية ترتفع هذه الأرقام، لا سيما ما يتعلق بالاصطدام التسلسلي لعدة مركبات، لا سيما ما سيكون من خلال الساقيع والجليد، لا سيما ما يكون من خلال الضباب وحجب الرؤية على السواق. فنحن متخوفين أنه الأرقام تكون في تزايد ويكون عدد القتلى ربما يفوق ما سجلناه السنة الماضية، وهذا ما لا يريده الجميع. نحن لا نريد أن تكون الجزائر في المراتب الأولى. كفانا أحزانا، كفانا أرقاما، كفانا ضحايا، كفانا وفيات، كفانا مآسي، كفانا خسائر مادية، كفانا تعويضات مالية لذوي الحقوق ولمؤسسات التأمين. نريد أن تكون لنا ثقافة وقائية، ثقافة مرورية، لا ثقافة خوف. ما نديروش لا سنتير سيكوريتي خوفا من الشرطي أو الباكي. نريد أن نعمل هذا السنتير سيكوريتي أو هذا حزام الأمن كثقافة، كتربية مرورية، وهذا الشيء اللي تشتغل عليه المديرية العامة للحماية المدنية رفقة الشركاء والفاعلين من خلال الاستثمار في العنصر البشري اللي هما أبنائنا وبناتنا اللي راهم في مختلف المؤسسات التعليمية لمختلف الأطوار التربوية. نسعى جاهدين وفق خطة واضحة تبنتها السلطات العليا في البلاد
البلاد، ومثلا في وزارة التربية التي أعدت مادة التربية المرورية تدرس في المؤسسات التعليمية. ونسعى نحن الجاهدين كقطاع تدخل من أجل تنشيط ورشات تدريبية ورشات تكوينية لسائر طلبتنا وطلابنا المتمدرسين، حتى نعد جيل صالح يقدر يحمل المشعل من دون عوائق، ويقدر يحمل المشعل من دون إعاقة، ويقدر يحمل المشعل من دون تكون أننا أيتام وتكون لنا أرامل. هذا الشيء اللي نشتغل عليه احنا اليوم كمؤسسة وقائية، كمؤسسة تسعى لزرع الأمن والأمان والاستقرار والسعادة في قلوب الآخرين. شكرا جزيلا لك سيد كريم بن فحص على هذه المدخلة، مكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية. كسؤال أخير لك سيد علي الشقيان، مقترحاتكم الحلول اللي ترونها أنها ضرورية لوضع حد لكل هذه المجازر المرورية؟ والله بالنسبة لنا كنا على كل حال على غرار الحملة التحسيسية اللي كنا قمنا بها مع كل الشركاء، سواء المندوبية الوطنية للأمن في الطرق وزارة الداخلية، أو كذلك المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة العامة للدرك الوطني، الحماية المدنية، وزارة الشؤون الدينية، النقل، أشغال، يعني مشينا إلى مجابهة آفة إرهاب الطرقات عن طريق تقديم مجموعة من الاقتراحات. مشينا حتى للمجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي كرئيس المجلس الشعبي الوطني، كمجلس الشعبي الوطني عنده قوة مؤسسة شرعية عندها قوة الاقتراح، كذلك مجلس الأمة لازم واجب عليهم يساهموا اليوم في إعداد منظومة تشريعية بعدة قوانين، لأنه واجب اليوم إعادة النظر بعض القوانين. كذلك حتى مشينا وزارة العدل وقدمنا مجموعة من الاقتراحات اللي من شأنها دائما تعمل على إعادة النظر في قانون العقوبات. كذلك نشوفوا باللي اليوم عندنا عدة نقاط، أولا أنه واجب أنه إعطاء المندوبية لحجمها الحقيقي عن طريق أنه تكون عندها سلطة القرار في كوصاية لمسؤولة على المستوى الوطني في إعداد السياسة الوطنية، اللي واجب تفرض السلطة تاعها في تفعيل بعض القوانين. لأنه لما نتكلموا اليوم على المقترحات تكلمنا على واجب اليوم التعجيل في العمل بنظام تكوين شمولي عن طريق إعادة النظر في منظومة التكوين. كذلك نمشي إلى أهم شيء أنه إعداد آليات رقابية في الامتحانات المسابقات، وكنا اقترحنا عدة اقتراحات، كان لي كلام حتى معالي وزير التكوين المهني في إطار أنه تكون هناك قاعات، يعني في ظل عدم وجود المنشآت القاعدية أنه تكون قاعة المعلوماتية لدى مراكز التكوين المهني كمراكز خاصة بالامتحانات والمسابقات، يعني عن طريق إنشاء ديوان وطني للمسابقات. كذلك لازم نمشيو إلى ضرورة أنه تفعيل القرار الوزاري المتعلق بتطبيق العمل بشهادة الكفاءة المهنية بالنسبة لسوق النقل الجماعي ونقل البضائع اللي راهم متسببين في مجازر مرورية كثيرة. كذلك نمشي إلى وجوب التعجيل بالعمل برخصة السياقة بالتنقيط، يعني كما كنت تكلمت سابقا. كذلك نمشي إلى وجوب أنه تطبيق القوانين فيما يخص مؤسسة النقل على ضرورة أنه يكون هناك سائق مرافق في المسافات الطويلة، أو كذلك كما كان تكلم السيد رئيس تاع النقل أنه تقسيم هذه المسافات إلى قسمين، يعني باش على الأقل السائق ما يتعبش، لأنه جل هذه الحوادث اللي تصرى اليوم نظرا للتعب والإرهاق في المسافات الطويلة. إذا كان تكلمنا بالنسبة للمركبة، بنتكلموا على جهاز المقيت في المركبة إلى يومنا هذا تقريبا 17 سنة، مازال إلى يومنا هذا نادينا كثير من المرات على أنه واجب أنه هذا خاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي ونقل البضائع واجب تكون تتوفر على تثبيت جهاز المقيت، وهو جهاز المراقبة البعدية عن بعد، ويخلي السائق دائما تحت التعقل، وكذلك يسهل المهمة لدى المصالح الأمنية. نتكلم كذلك اليوم على واجب إعادة النظر في تجديد الحظيرة الوطنية للناقلين، يعني عن طريق حافلات ذات جودة ذات معايير. كذلك نتكلم على قطاع الغيار، نتكلم كذلك بالنسبة لحال الطرقات رغم أنه النسبة تحقيقية، ولكن اليوم ناديو بطرقات ذات معايير ذات جودة. شكرا جزيلا، يعني تكون هناك كاميرات مراقبة، وكذلك ولما لا نمشي إلى رصد المخالفات عن 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 بعد عن طريق أنه تكون هناك كاميرات مراقبة في الطرقات. شكرا جزيلا، والهدف تاعنا الرئيسي أنه شخيان نستثمر في العنصر البشري باش يكون هو المواطن، وهو المواطن ذو حس مدني. شكرا جزيلا لك، إن شاء الله إن شاء الله كل هذه المقترحات لوضع حد لكل هذه الحوادث التي تؤدي بحياة العديد من المواطنين. شكرا جزيلا لك السيد علي شقيان، رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية. مشاهدينا، ختام برنامج تساؤلات، تحية الخاصة والخالصة لكم، والسلام عليكم.